السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أو آيس كوب. اليوم جايكم بلايف كومنتري جديد، وحبيت أغير شوي، دخلت فري فور أول، اللعبة هذه اللي هي ما أدري وش اسمها، إن شاء الله يعجبكم الجيم بلاي، وإن شاء الله ما أدري توني ما أدري عاد الجيم بلاي بفوز فيه ولا لا، إن شاء الله إني أفوز فيه وما أتفشل قدامكم. إيش رأيكم أكمل على كذا، أنزل شطحات وكذا لايف ولا لا؟ وش بعد وش بعد وش بعد؟ ايه البرنامج هذا والله ما ادري شو وضعه، توني محمله. ان شاء الله انه يطلع كويس، وبرنامج تسجيل الصوت ان شاء الله انه يطلع كويس، والصوت من جهتين مو بجهه واحده. واللعبه هذه تشخطنيه شخطنيه، عرفتوها؟ عليكم سلكوا، يعني اني ما شافني ها ولا ايش سالفته ذا محشش. جي 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 جي. يلا 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 يا جاي اللعب. لا 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 ماني بسهل ماني بسهل، لا اصبروا خلوني اكمل خلوني اكمل. والله صح علي، اول بداية كويسة ان شاء الله ان تكمل على كذا، بعض الاحيان تصير بداية كويسة والباقي ابو حفلة ابو حفلة. كويس لهجات يا شيخ، ايش قاعد اقول انا؟ تعال ايش اسوي ذا؟ تعال لحستني تراك. شيت مت مرتين الحين، اعذروني لو في صوت هواء اللي كذا ما ادري ايش السالفه، ملحم المايك في فمي ماني فاضي اوخر الحين. اذا سكت بعد سكت بعض الاحيان ترى فها وتجي. لا 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 حرام حرام، انا انبطحت جاي بشخط، متعود ان الجير اللي يشخط انا محوله تكتيكال، اعذرونا. ايش كنت بقول بعد؟ لا ابليس وش ذا التشخيط اللي يصير هنا؟ لا 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 لا، هلا والله وش ذا الحفله؟ في واحد هنا كذا، هلا والله هلا. لا اقسم بالله ما ادري ايش صار حفله. تعال 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 سبق له سبق له، كيف كيف التسبيق؟ اقسم بالله اليوم صاحي. لا يا اخي نوخر معك شوي، احس اني صجيتكم. تعال تعال تعال، ما نفعت مع التسبيقة ذا، تنفع مع شقة الوجه على طول سيدا. لي ذا تعال، هلا والله الناس تشطفني ما تشوفني ايش السالفة، انا هكر. اوه باقي لي ذبحة قهر، يلا يلا ذبحة كويسة، خذ لك تسبيقة. لا ما جت فيه، تعال تعال هنا هنا. اوه قهر، يجي تريك شوت انقلع بس. ايش تسوي ذا؟ الله يقلع ابليسك يا عبد الله. ارجع، عجبتني الدور انا، بيقعد يستهبل علي شكله. بس هذا كان لايف كومنتري اليوم، ان شاء الله انه يعجبكم. وادري مدته قصيره وكذا، يمكن بعدين انزل جيمين ورا بعض وما تدرون. وبس كان معكم محمد وايس كوب، ولا تنسون لايك المفضله، واشكر كل واحد حط لايك على مونتاجي. الصراحه كنت اتمنى انه يوصل 300 لايك، بس ما هو بلازم خلاص ما قصرتوا، حلو 230 لايك، وان شاء الله المقاطع الجايه كلها تعدى ال 150 لايك. متفائل فيكم خير، انا اتمنى انكم ما تفشلوني. وبس كان معكم محمد ايس كوب، مع السلامه.